نعم، يعني حتى الآن النتائج متقاربة جدا. في جورجيا 49% للحزب الديمقراطي و 49% للحزب الجمهوري. أما هنا ما جرى تحديدا دفع يعني البرنامج الانتخابي الذي كان قد أطلقه الحزب الديمقراطي، ركز على حقوق الإجهاض، المثليين، أمور ليست هي الأساس في هموم الشارع في فلوريدا هنا، يعني خصوصا وأن الأوضاع الاقتصادية تعتبر الآن سيئة. هناك ارتفاع كبير في الأسعار، ارتفاع في أسعار الوقود، أيضا ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، والدخل يعني بات محدودا بالنسبة لهؤلاء. لهذا هذا الأمر هو الأساس، وهذا هو ما ركز عليه الحزب الجمهوري في حملته، إذ أكد أن أو أولى اهتماماته هي موضوع التضخم. أيضا أود أن أقول لا يزال هناك 5 مقاعد في مجلس الشيوخ يتم الحديث حولها ولم تعرف نتائجها بعد. ألاسكا تعتبر ولاية للحزب الجمهوري، المنافسة جمهورية بامتياز هناك. أريزونا هناك 52% للحزب الديمقراطي و 46% للحزب الجمهوري، لهذا من الممكن أن يفوز الحزب الجمهوري الديمقراطي هنا. أيضا ويسكونسن هي أيضا تتقارب فيها النتائج، 51% مقابل 49% للحزب الجمهوري. نيفادا أيضا يتقدم فيها الحزب الجمهوري، ولكن تتقارب النتائج كثيرا، 50% للحزب الجمهوري و 47% للحزب الديمقراطي، حوالي 50%. يعني الأساس هو جورجيا، بانتظار حين تظهر نتيجة في جورجيا تبدو الصورة أوضح لدينا. نعم، أبقي معنا كارولينا. تحول إلى ديترويت بميشيغان حيث إيميل، ماذا يدور لديك وما آخر المستجدات؟ وأيضا هناك حديث يدور عن تمويل مرشحين جمهوريين للديمقراطيين، ماذا عن هذا الخبر؟ نعم، ومع بدء صدور نتائج الانتخابات بدأت الاستنتاجات عما إذا كانت هذه السياسة قد نجحت أم لا. لنعود قليلا إلى الوراء. خلال الانتخابات الأولية بعض الديمقراطيين ساندوا جمهوريين من المتطرفين الجمهوريين الذين من ناكري الانتخابات، وساعدوهم على الفوز على منافسيهم الذين هم من التيار المعتدل إذا جاز التعبير من الحزب الجمهوري. وقد ساعد الديمقراطيون بهذه المساعدة، بهذا الدعم المادي وبالإعلانات على المتلفزة، ساعدوا المرشحين المتطرفين على الفوز على منافسيهم المعتدلين داخل الحزب الجمهوري. لا. مما جعل هؤلاء المتطرفين هم من ينافسون المرشحين الديمقراطيين في هذه الانتخابات. وقد تبين أن أكثرية هذه الرهانات قد نجحت. 5 أو 6 من أصل 7 أو 8 مرشحين دعموهم الديمقراطيون قد سقطوا في الانتخابات أمام المرشحين الديمقراطيين. والآن يجري الحديث عن صوابية هذه الرهانات وعن أخلاقيات هكذا أفعال، أي مساندة إذا جاز التعبير عدوي لكي أواجه شخصا أضعف في الانتخابات الأساسية. هذه السياسة، هذه الاستراتيجية ساعدت الديمقراطيين على قضم بعض المقاعد، خاصة فيما يختص بالمراكز الحكام والنواب في بعض الولايات. وينتظر أن مع النتائج المقبلة أن يظهر عدد أكبر من ثمرة هذه الاستراتيجية.
إيميل بارودي من ديترويت بميشيغان وكارولين بعيني من ميامي بفلوريدا، شكرا لكم مراسلة الغد.